لو جات لك فرصة تسافري الفضاء هتسافري ولا لا؟ أكيد هسافر، يعني ما فيش حد عايش في مصر ويستمر، لازم أسافر على طول يعني. طب لو في حياة هناك هتستمري ولا ترجعي الأرض؟ ولو ما فيش حياة هستمر هناك برضه، مش هرجع. لو جات لك فرصة تسافري الفضاء تسافري ولا لا؟ هسافر. طب لو لقيت هناك في عالم هناك هتفضلي هناك ولا تفكري ترجعي الأرض؟ لا هفضل هناك وأحاول أطور فيها طبعا. كل واحد يشوف كده ساعتين ويرجع يعني. أكيد هسافر. طب لو في حياة هناك وعالم هتستمر ولا ترجع الأرض؟ بصراحة أنا زهقت من الأرض خالص، عايز أمشي. لو في عالم هناك لا أحب أجرب طبعاً، أكيد يعني. لا صعب طبعاً إن أنا أسيب البشر دوت وأسافر أروح الفضاء وأرجعهم، لا ممكن يناسبني فينفع إن أنا أعيش هناك، هو على حسب الحاجة اللي هتبقى هناك. لا أكمل هناك. لا مصر حلو، ما تسافرش. أكيد لا. أكيد لأن مش كل حاجة متاحة في الفضاء، يعني هنا إحنا اتعودنا على حاجات معينة، تكنولوجيا، أهالينا هنا يعني. لا. أكيد لا طبعا مش هسافر. هو إحنا كنا عملنا ثورة ووقفنا مع البلد دي عشان خاطر نسافر ونسيبها؟ حتى لو جات لي فرصة إن أنا أسافر أمريكا أو أي دولة في العالم أحلى من هنا بكتير جدا، مش هسافر ولا هسيب البلد. أكيد هسافر. طب لو لقيت هناك عالم حقيقي هتفضل عايش هناك ولا هتفكر ترجع الأرض؟ لو أحسن من هنا أكيد أفضل عايش هناك. لا هجربه. مش هترجع الأرض؟ مش هرجع. لو في عالم هناك زي اللي هنا أوكي، بس ما سافرش لوحدي.